قضية قديمة جديدة دخلت في مد وجزر لتحقق العديد من النجاحات والإخفاقات عبر السنين. أما في عصرنا هذا فقد قررت بعض البلدان الأوروبية تحقيق هذا الحلم للنساء، ألا وهو المساواة الحقيقية مع الرجل. وكانت تجربة الدول الإسكندنافية في هذا المجال هي الأبرز. كانت جميع التوقعات في تلك الفترة أن مزيداً من النساء سيتوافدن للتوظيف في الأعمال التي كانت سابقاً حكراً على الرجال أو أنهم أسيادها. فالنظرية كانت أنه كلما اتجهت المجتمعات للمساواة أكثر زاد التشابه بين النساء والرجال، لكن ما أثار دهشة وحيرة الباحثين أن ما توقعوه لم يحدث إطلاقاً، بل زادت الفجوات بين الجنسين أكثر فأكثر، وظل الإقبال على الوظائف تقريباً كما هو. الاختلافات الأساسية بين الجنسين كانت هي العامل الحاسم في فشل هذه التجربة الرائدة، فتكوين الجسد وتركيبه النفسي لدى الذكور والإناث صار مقياساً على مدى التباين بين الطبائع والاهتمامات الشخصية لهما. وأضحت المحصلة تقول بأنه مهما ضغطت على المجتمع وحاولت تغييره ولو بالاستبداد، فالنتيجة كانت واضحة في تجربة الدول الإسكندنافية. فحرية الاختيار كانت متاحة للرجال والنساء على حد سواء، إلا أن كل هذا لم يستطع دحر الاختلافات ولا تغييرها، بل كان إثباتاً صريحاً وواضحاً على أننا لن نكون يوماً متساويين في مجالات عدة. لماذا نريد أن نتشابه ونتساوى في كل شيء؟ نتحدث هنا عن مساواة غير منطقية لا يراد منها إلا إثارة البلبلة والتنافس العقيم والعناد فيما بيننا. علينا أن نفهم ونعي أن هذه الاختلافات هي ما يميزنا ويكملنا لبعضنا البعض، لنوفر الجهد والوقت للحصول على حقوق تثمر عن حياة كريمة للجميع، بدلاً من الزعيق والنعيق ليل نهار على أمور لا تسمن ولا تغني من جوع.